هتكلم عن سيكشن 2، وكنا اتكلمنا في سيكشن 1 اخر حاجه بتهيألي كان عن الاستيج او المراحل اللي بيمر بيها السيستم عشان تعمل الديزاين بتاعه المناسب ليه. فكان اول ستيج وهي الوات يوزر نيد او الاحتياجات بتاع اليوزر، فقال لك ان المرحله دي او الستيج ديت بيسميها داتا جاذرنج. طب انت هتعرف اساسا الاحتياجات بتاع اليوزر دي منين؟ اكيد هتحتاجها عن انك عن طريق انك بتجمع الداتا اللي من خلالها هتكمل عليها وتعمل الاليزز، بتكمل تعمل السيستم او الديزاين بتاعك اللي يناسب الاحتياجات بتاع اليوزر ده. فانت ده محتوى السكشن اللي هو هيكلمك على الفكره وايه اللي انت المفروض تعرفه او تحدده بعد ما تعرف الفكرة، وازاي تجمع الداتا دي، وايه المشاكل اللي هتقابلك وانت بتجمع الداتا تتجنبها، وهتجمع الداتا دي ازاي، التكنيك اللي انت هتستخدمه عشان تجمع الداتا، هل في تكنيك واحدة او طريقة واحدة، ولا في مجموعة من الطرق انت ممكن تستخدمها مع بعض، هل هتستخدم طريقة واحدة ولا هتستخدم اكتر من طريقة مع بعض، وازاي تختار الطريقة المناسبة لانك تجمع الداتا للتاسك بتاعك. بعد كده قال لك انت المفروض انت بتعرف، بيجي لك الفكره انت بتعرفها، المفروض بتدرسها كويس، وليكن اللي احنا هنعمل ابلكيشن تعليمي مثلا للبرمجه، فانت من خلال البرمجه فانت المفروض هتستهدف هتدرس الناس، الفئه اللي المفروض هتستخدم الابلكيشن او السيستم اللي بالشكل ده، المفروض هتعرف ان مثلا هتحدد اليوزرز اللي هم هيستخدموه. على سبيل المثال الناس هتتعلم، وفي ناس ممكن يكونوا مينيتورز جواه، فليه رول تانية او في ادوار تانية، في اكتر من دور جوه الابلكيشن لكل يوزر، فاكيد ليهم انتر اكشن مختلف عن التاني، لازم تكون دارسها بشكل كويس. فانت المفروض تحدد اليوزر اللي هيستخدم الابلكيشن او السيستم ده، وتحدد التاسك اللي كل يوزر من دول اللي المفروض هينفذه جوه الابلكيشن، وكمان تخلي بالك من البيئه المحيطه او الانفايرمنت. فانت ما ينفعش مثلا تكون عامل حاجه لمجتمع، يعني حاجه مثلا لاطفال، وتقوم راح حاطط في الابلكيشن او في السيستم صور رعب مثلا، فلا ما ينفعش طبعا. فانت لازم تكون محافظ على الثلاث حاجات دول عشان تطلع ديزاين مناسب. تمام، فاحنا هنتكلم على اليوزر. اليوزر طبعا انت لازم تكون عارف، عندك خلفيه كبيره عنه، محدد كويس الفئه اللي هتستخدم الابلكيشن ده، الاكسبيرينس بتاعتهم عامله ازاي، الاهداف بتاعتهم، الخبره او النولج بتاعتهم واصله ازاي، والاكسبيرينس بتاعتهم. يعني مثلا اللي هو تعليم ابلكيشنز مثلا، فانت ممكن لو حاطط ادوار جوه الابلكيشن او مستويات، فاكيد كل واحد بيختلف، فازاي هتحدد المستوى ده، فانت لازم تكون عارف ده، تكون عارف الرولز جوه الابلكيشن لليوزر. يعني في اكتر من رول، يعني مثلا في واحد مثلا هيتعلم، في واحد في المستوى الاول مثلا هيتعلم، في واحد في المستوى الثاني، اكيد ليه تفاعل او في ليه انتر اكشن مختلف عن الثاني. لو في واحد مينيتورز، فاكيد ليه تحكم بشكل اكبر او ليه صلاحيات اكبر من الناس اللي بتتعلم. في مانجمنت، في ناس مثلا ليها ادوار ثانيه جوه السيستم، فاكيد لازم تكون انت حاطط باعتبارك الكلام ده كله من ناحيه اليوزر. تمام، بعد كده التاسك، فانت المفروض تبقى عارف خلاص انت درست الفكره كويس، وهي كل حاجه قايمه على اول حاجه ان انت تكون دارس الفكره بشكل كويس. يعني انت ما ينفعش تروح تعمل ديزاين، اصل انا مش بقول لك اعمل لي برنامج يجمع رقمين مثلا فانت خلاص مش هتفكر في حاجه تقوم راح فاتح مكود على طول، لا انا بقول لك في سيستم المفروض كبير، فالسيستم ده انت المفروض تكون دارسه بشكل كويس ومخطط ليه، وكاتب مثلا بايا كان انت بتعمل دوكيومنتيشن ليه مثلا ازاي، وتبدا اللي انت في الستيب او الستيج بتاع البروسيس اللي انت تعمل الديزاين بتاعه. فانت لازم تكون عارف التاسك كويس اللي هتحصل جوه الابلكيشن والاحتياجات بتاع البيبول، وتكون يعني بقدر الامكان مريحهم، يعني تبقى انت عارف مثلا ملهاش لازمه اللي انت تعمل كليك كتير عشان يوصل لتاسك معين يحقق الجول بتاعه اللي هو يخش في اكتر من صفحه، لا حاول تقلل عدد الصفحات، حاول يعني تبقى عارف الفانكشن او الوظائف اللي هيقوم بيها كل يوزر جوه، او هيعمل سيرش تكون محضر مجهز الوظائف بتاعتك اللي هيستخدمها جوه الابلكيشن. والانفايرمنت مثلا، يعني مثلا لو ما ينفعش ان انت تجيب مثلا صور رعب مثلا تحطها في الابلكيشن ما تنسبش ناس، او صور مثلا ما تتماشاش مع المجتمع بتاعنا، فما ينفعش انك تحطها في الابلكيشن، فانت لازم تكون مخلي بالك من الحاجات دي، وتكون مركز كمان على التكنيكال انفايرمنت، الناس اللي هتستخدم الابلكيشن دول هيستخدموها عن طريق ايه مثلا. ما ينفعش بقى ان قوم رايحين عاملين ابلكيشن الناس كلها تستخدمه، تقوم رايح عامله الامكانيات كبيره جدا، في ناس تستخدمه وناس ما تستخدموش، فانت المفروض تكون حاطط او عامل باعتبارك الكلام ده كله قبل ما تعمل الديزاين، فده المفروض تجمع له الداتا، صح ولا لا؟ طيب قال لك انت هتجمع الكوليكت الداتا دي امتى؟ هل انت محتاج تجمع الداتا دي في الاول
ولا تجمعها في الاخر ولا طول ما انت شغال. فطبيعي والبديهي اساسا انت الداتا دي اساسا اول ستيب اللي هتخش بيها بعد كده انك تكمل. فالمفروض ان تجميع الداتا ده هيكون في البدايه، وانت شغال برضو انت بتحتاج داتا تانية ممكن تجيبها عادي وتكمل، مثلا لو انت لقيت في مشكله ولا حاجه مثلا، او حاجات انت ما كنتش واخد بالك منها، او تعديلات او اضافات، فانت بتجمع عادي. بس انت بتبدا في الاول في البدايه، وبعد كده وانت شغال في الديفلوبمنت للنهايه بيبقى معاك انك ممكن تجمع داتا عادي. هتجمع الداتا دي ازاي؟ والله لو احنا هنعمل ابلكيشن مثلا تجاري مثلا اللي هو اي كوميرس، فانا كنت عامل اي كوميرس قبل كده، فانا عندي خبره مثلا، فوالله انا خلاص انا هعتمد على الخبره بتاعتي وعارف الابلكيشنز ايه اللي محتاجه واليوزرز على اساس اللي انا كنت عامله قبل كده. هل ده كافي؟ اكيد لا مش كافي، بس ده هتستفيد بيه. يعني ليه مش كافي؟ لان مثلا انا ما دام انا هعمل ابلكيشن او سيستم موجود، فطبيعي ان انا المفروض يبقى انا عندي حاجات تخلي الناس تجي لي، فلازم انا اكون دارس المنافسين بتوعي على سبيل المثال، وشايف الناس اللي حواليا او السيستمز اللي بتقوم بنفس الوظيفه اللي انا عايز اعمل شبهها، عشان انا اطور عليهم او اعمل الحاجه اللي مش موجوده عندهم تجيب اليوزرز عندي. فمش هتبقى انت مقتصر على الاكسبيرينس القديمه اللي عندك بس، لا ده انت المفروض كمان تبقى انت شايف اليوزرز نفسهم، انت بتعمل معاهم انترفيوهات، بتعمل معاهم اي طريقه عشان تجمع منهم الداتا وتشوف ايه اللي هم محتاجينه عشان تحطه في الابلكيشن. طيب ايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا؟ اول حاجات اللي انت تحطها باعتبارك وانت بتجمع الداتا، وهي الجول، انك تكون محدد الجول او الهدف بتاعك. يعني انت لما تيجي تعمل انترفيو مثلا مع واحد عشان تجيب منه داتا، لازم تكون انت محدد من قبل الانترفيو، محدد الاسئله، عارف الهدف بتاعك، عارف انت المفروض تطلع من الميتنج ده او من الانترفيو ده انت واصل لايه. ما ينفعش انك تروح مثلا تقول كلام ملوش لازمه، او تقعدوا مع بعض وقت كبير يضيع وقت، وفي النهايه ما توصلش للهدف بتاعك وتضيع وقت اليوزر. لازم تكون واخد بالك من ده، وكمان تكون واخد بالك اليوزرز، هل اليوزرز البيانات بتاعتهم جوه الابلكيشن هيبقى وضعها عامل ازاي؟ هل هتكون محميه مثلا حاجات معينه تبان للناس او حاجات تانية؟ لا، تكون عامل باعتبارك ده. وكمان تستخدم اكتر من ميثود او اكتر من تكنيك عشان تجمع الداتا، ما تكتفيش بطريقه واحده عشان تجمع الداتا، لا ممكن تجمع اكتر من ايه، من طريقه مع بعض. وكمان تكون عايز تجمع الداتا، فعايز تجيب تعمل مثلا استطلاع رأي مثلا ل 1000 طالب، لا انت ممكن تبدأ بعينه الاول عشوائيه مثلا 100 واحد او 15 فرق، يعني عدد قليل، وانت شغال تكمل عادي تجيب مثلا لو انت لقيت ان الوظائف بتاعتك لسه محتاجه تعديلات او اضافات تكمل عليها. طيب التكنيك بتاع الداتا جازرنج، قال لك ان في داتا ريكوردنج اللي انت بتسجل بقى، انك بتقعد معاه مثلا يا اما ريكورد بقى باي طريقه، ان انت سواء بتكتب نوت او بتكتب في ورقه او بتسجل فيديو معاه وهو بيطلب منك الحاجه ديت، او انك تعمل انترفيو. وتخلي بالك في الانترفيو ان انت تبقى معاه في الانترفيو، انت المفروض عايز تريح اليوزر اللي هيستخدم الابلكيشن، فانت ما يكونش في دماغك حاجه عايز تعملها تحاول انك تحط الاسئله عشان تطلع بالنتيجه اللي انت عايزها، لا انت تسيب المساحه الكافيه لليوزر اللي قاعد قدامك في الانترفيو عشان يقول الحاجه اللي هو محتاجها. وحاجه كمان حابب اكد عليها، انت لما بتيجي تعمل ديزاين او بتيجي تعمل ابلكيشن، انت ما بتعملوش لنفسك، لا انت بتعمله للناس هتستخدمه مش ليك. فما ينفعش انك تحط وجهات نظر خاصه بيك على وتتجاهل الحاجات المعترف بيها للناس انها تستخدمه. فتخلي بالك من النقطه دي، انك انت ما بتعملش ديزاين ليك، انت بتعمل ديزاين للناس، انت في النهايه بتخدم الناس. فانت والله بتعمل الانترفيوهات بقى، انك انت بتعرف نفسك انت عادي، يعني انت اي انترفيو بيبقى ازاي، انك بتعرف نفسك لليوزر، بتقول له الهدف من الانترفيو، بتكون محضر الاسئله بتاعتك، تبدا تفتح الاسئله وتسيبه هو يقول الاجابه بتاعته بمنتهى الحريه. وفي طبعا الاستعلام او الاستبيان او السيرفي، وده طبعا شفناه بشكل كبير الفتره اللي فاتت على السوشيال ميديا، على الفيسبوك او تويتر، الناس بتعمل مشاريع او سيستمز فبينزلوا جوجل فورم وبيحطوا فيها شويه اسئله من خلالها بتساعدهم ان هم يعملوا الديزاين بتاعهم. تمام. والاوبزرفيشن بقى، انك تلاحظ مثلا، انك بتشوف مثلا الناس على السوشيال ميديا توجهاتهم عامله ازاي، سواء بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره، عشان تقدر توصل للي هم عايزينه من وجهه نظرهم هم. وبعد كده الدوكيومنتيشن، طبعا هي طريقه سهله جدا، انك بتعمل سيرش وبتكتب عن الحاجه ديت وبتعمل لها دوكيومنتيشن، بس الطريقه ديت دوكيومنتيشن ديت مش كافيه لوحدها، لازم يكون معاها تكنيكس تانية. طب انت ازاي تختار التكنيك ده؟ بيبقى معتمد على نوع الداتا اللي انت عايز تجمعها والريسورس المتاحه ليك. يعني
انا والله بعمل ابلكيشن ده لواحد في الامارات، فانا مش عارف، والمفروض الناس اللي هتستخدمه ناس في الامارات، فانا مش عارف اعمل انترفيو اوف لاين مع الناس في الامارات، فانا الريسورس المتاحه ليا لا مش هينفع، ممكن يبقى على سكايبي مثلا او حاجات اونلاين. في حاجات بتخليك او المصادر المتاحه ليك انها بتخليك ان انت تعمل حاجه واحده بس، قصدي حاجتين مثلا او 3 حاجات، وما تعملش حاجات تانية. والناتشر بتاع الادوات اللي هي هتستخدم التكنيك ديت نفسها. والله انت مش معاك امكانيات ان انت تروح وتيجي وتصرف، هل هتبقى كوست مكلفة عليك؟ الحاجات دي كويس انك بتحطها باعتبارك عشان تطلع بأكبر قدر استفادة ممكن انك تعمله من المرحلة دي. بس كده، شكرا.